السلام عليكم، مرحبا بجماهير كرة القدم العالمية. تختار البطولة التونسية ومتسفى تيرا لا تحفر وملاعب لا تصلح للعب، ما تصلحش حتى باش يصحوا فيها الغلم. يا خويا ملا ماتش وملا جو وملا دنيا في كرة القدم العالمية وملا كلاسيكو الأرض. هذا هو كلاسيكو الأرض اللي بالرسمي يمتع العالم، اللي يحب يتفرج على كرة القدم يتفرج في برشلونة وريال مدريد، ريال مدريد برشلونة، هذا مزوز عمالقة كرة القدم العالمية. البرسا بعد ما الأسبوع الفارط انتصر على ريال مدريد على بايرن ميونخ ونحقك العقدة ذيك اللي كان بايرن ميونخ العقدة متاع برشلونة، البرسا ينتصر على البايرن برباعية ثم يعيدها في الكلاسيكو 4-0 ضد شكون؟ ضد الغريم الأزلي ريال مدريد في البرنابيو. بالذات البرسا يعود من جديد، وبصراحة فريق البرسا فيه برشا ما يتحكي عليه، فريق أصبح عملاق، فريق باش يفكرنا بأيامات ليونيل ميسي إنيستا وتشافي، فريمو شيء دوخ. أنا تفرجت في المقابلة وعملت معها جو، وهذه الكرة اللي أنا نحبها، هاي الكرة. هاو علاش أنا ما نجمش نتأقلم بسهولة مع كرة القدم التونسية ومع الغفاصة بتاع كرة القدم التونسية؟ ناس لا تعرف تكور، ناس لا تعرف تحلل، ناس لا تفهم كرة. يا رسول الله، وانا نتفرج في قمة الكرة في العالم، وهذه هي الكرة اللي يلزم واحد يتفرج فيها، اللي تتخيله في مخك تلقاها وتتفرج فيه، الحاجة اللي تجيك في بالك تجي تلقاها موجودة. ما شاء الله مرجولية على كرة القدم. الفريق البرسا الشوط الأولاني تعادل 0-0 مع ريال مدريد، ما كانش ممتاز جدا، الريال كان مسيطر في الشوط الأولاني، ولكن انقلبت الأمور في الشوط الثاني رأسا على عقب، ويصبح فريق البرسا يصبح العملاق العالمي اللي عاهدناه في الفترات متاع أول بداية الألفينيات حتى 2010. ذلك الفريق الذي لا يقهر عاد إليكم برشلونة من جديد. البرسا وما أدراك ما البرسا، تعود من جديد لتثري كرة القدم العالمية. كنا في سنوات سابقة كان الكلاسيكو صادم بصراحة، كانت ما عادش فيه فرجة، أصبحت البرسا كانت ضعافت برشا، ولكن حاليا ترجع البرسا وانتصار باهر وكبير جدا. نقطة استفهام حول كيليان مبابي، كل ما يخرج راس يضيع، كل ما يخرج راس يضيع، ما فهمتش كيليان مبابي يتخيل في روحه في البطولة الفرنسية وإلا شنية الحكاية متاعو. بصراحة كيليان مبابي تغيير كبير وكبير برشا إلى الأسوأ. إن شاء الله يرجع ملاعبي عالم كبير، ملاعبي ممتاز، نتمنى له يرجع إلى كيف ما كان عليه قبل الملاعبي هذا. بينما الشبان بتاع لاماسيا، شبان برشلونة، الكلهم ممتازين، كورجية بالرسمي، بداوا يندمجوا وبداوا يفهموا الواحد اللي هم يلعبوا في فريق عالمي اللي هو البرسا. بدات التيكي تاكا تخدم، بدات الدور بصراحة. لامين يامال بصراحة خليفة ميسي وبدون منازع، الملاعبي هذا كنت نتصوره لاعب عادي، ما كنتش مركز ياسر مع البرسا، ولكن سجل هدف، يلعب بساقه اليسار، تجي كرة على ساقه اليمين، ما يشوتش نيمبورت كوا، عارف اللي الجارديان متمركز ويستنى في شوت اللوطة، يشوت هالو في الكاترفانديز بطريقة سلسة بطريقة بسيطة، تتحط الكرة، الجارديان ما عنده وين يتبلانجا من الاخر، الجارديان ما عنده وين يخمم، يستنى فيها اللوطة جاته من فوق. معناها باش تفهموا الكورجية بالرسم اللي انا نشيخ عليهم، هذه الكرة اللي انا نحكي فيها، هذه الموهبة متاعي، مش ملاعبي غفاص نستنى فيه وقت يشوتها منا يشوتها الغادي، لاخر نستنى فيه يشوتها من الراس يشوتها بيدي، لا عاد فرق كبير، لاخر نستنى فيه باش يعمل مركاج على الكرة، ما يعرفش يعمل مركاج على الكرة، لاخر باش يخرج صاحبه راس راس يخرج راس راس وما عنده حتى مشكل، الملاعبي اونمو يخرج ليفاندوفسكي راس راس في دقيقه 54 يسجل هدف الاولاني، ثم سونتراج من لريد روا بالدي كيف كيف ليفاندوفسكي يحط كره بالراس تجي في الشبكه الهدف الثاني. وما يقفوش البرسا، ما يقفوش، ما همش يلعب على هجمات المعاكسة، يلعبوا زوز كومباتون، زوز نفس المستوى، يزيد يعاود فرصة أخرى، الفرصة الأخرى بطبيعة الحال يلا لامين يامال بصراحة لاعب عالمي، لاعب متحصل على المنتخب مع المنتخب الإسباني على في كأس الأمم الأوروبية في وهو عمره 17 سنة،
يعني الملاعب هذا خليفة ميسي بأتم معنى الكلمة. ثم يختمها شكون؟ رافينيا اللاعب البرازيلي دقيقة 84 يسجل الهدف الرابع وتكون الضربة القاضية لريال مدريد. ريال مدريد أول مرة يخذل الجمهور بتاعه منذ سنوات، 40 مقابلة بدون هزيمة، ولكن ينهزم في هذه المقابلة ضد شكون؟ ضد الغريم الأزلي فريق برشلونة. وما أدراك ما برشلونة، وقت اللي ترجع برشلونة إلى كرة القدم العالمية راك تشيخ كرة التيكي تاكا، مدرسة بالرسمي مدرسة. صبروا 10 سنوات البرسا بعيد على دوري أبطال أوروبا، وهم يحضروا في الفريق ويعاودوا يحضروا وفي الأخر رجعوا بانتصار على زوز عمالقة في كرة قدم، الانتصار في رمية الأبطال على البايرن، ثم يعود وينتصر على ريال مدريد وما أدراك ما ريال مدريد برباعية في البرنابيو، وبذلك ينفرد بالصدارة ويغرد وحيدا في أعلى ترتيب كرة القدم الإسبانية والعالمية. من الاخر نقول هيكم البرسا عاد اليكم من جديد برجوليه، هاي الكره ولا لوح، مش تخفيص ومش نيمبورت كوا، تتفرج في ملعبيه بصراحه مخك يقب بصراحه. زوز في اللاكس نتاع مارتينيز والملاعب داخل اللي معاه ما تتعداش الكره جمله، بالدي اريال جوش معناها السونتراج في بلاستو، كوندي كيف سونتراج حط في بيك روبوتو، ديونغ هاك شفتو يهبط روبوسو ويلعب كورة عالمية، بيدري طفل صغير وكوارجي بالطريقة ديكة، ليفاندوفسكي هو بيدو، رافينها لامين يامال، ما نحكي لكمش على كاسادو ملاعب ممتاز جدا، خرج يهبط في بلاستو ملاعب آخر اسمه أولمو طلع يلعب خير منه، طلع عبارة إنيستا. البرسا عاد إليكم من جديد من الأخر وعلى الأخر. أحباء كرة القدم العالمية، الناس اللي يحبوا الكورة بالرسمي، كانت تحبوا نحكي لكم كرة، أنا مستعد باش نحكي على كرة القدم وعلى جو كرة القدم وعلى متعة كرة القدم مع الرياضة العالمية، البرسا الريال جميع الفرق العالمية، هاي كرة ولا لوح، مش البوندسليغا التونسية تكسير الراس وناس ما تعرفش تركح كنترول وأنا نكسر في راسي. والسلام عليكم، وهذه كرة ولا لوح.